Cyclic nature يعني عندي تغير variation. وعندنا variation in supply. Variation in demand في cyclic nature ممكن يكون daily وممكن يكون annual. كيف يعني daily؟ daily بده يكون عندي 24 ساعة مش هيك؟ وهي لو جينا حطينا هون 0 0 0 0 وهون 23 59 تمام؟ رح يصير في عندي تغير، شو طبيعة التغير؟ وين البيك رح تصير؟ وين رح تكون البداية اللي يبدأ؟ الديماند راح يكون فري، خلينا نحطه ميجا واتس. بس اخر فتره الدكتور بالليل يعني في سحب مع السيارات في ما بيكون زيرو ما بيكون زيرو صحيح صحيح عشان خاصه عشان السيارات الكهربائيه تمام في كثير فمثلا لو عندي الديماند هيك مثلا وخلينا اجي هون اول هي عندي خلينا نقسمهم هدول بالتساوي هي 12 وهي 6 وهي 18 هلا هون بدا الحر زاد مثلا اذا كان صيف مثلا بدا عندي مثلا هذا السايكليك نيشر يمكن يكون غلط طبعا الراس مو 100% تمام بس هذا فيه له اسباب خلال النهار وممكن هذا بيختلف صيفا شتاء مضبوط بس هذا ميجا واتس والشبكه الوطنيه لما بتطلع اذا بتطلع على موقع نبكو بتشوف عليه بيكون حاطط كم ميجا وات مثلا 2850 ميجا وات وصل البيك هي البيك مثلا هون البيك المسائي مثلا والبيك الصباحي مثلا هذا فرضا 2350 ميجا وات يمكن البيك الصباحي يكون اشد مثلا تمام واضح وهون طبعا نزل ما نزل للصفر طل في عندي بس في عندي ديماند خلال النهار وهون وبعدين نزل تقريبا خلال الليل وبده يرجع للليفل اللي كان موجود هون فهذه يمكن اصح نحطها هيك هلا اذا بتروح على موقع الشركه نبكو راح يحط لك البيك الصباحي والبيك المسائي كل يوم بنشروهم كل يوم على موقع الشركه بنشروا البيك الصباحي والمسائي فهذا 3 جيجا وات وهذا 2.3 جيجا وات هذا السايكليك نيتشر اليومية، شو المشكلة اللي بتحط لي اياها بتخلق لي اياها هاي السايكليك نيتشر؟ البيك نفسه انا عندي في فترة رح اكون انا هون مضغوط ضغط شديد مضبوط؟ وفي فترة انا هون مرتاح. وانا بدي اعدل السبلاي التوليد حتى يكافئ هذا اللي موجود هون، تمام؟ هلا احنا بيساعدنا انه خلال النهار مثلا عندي بي في لكن كمان البي في هذا راح يبدا ينزل خلال الفتره هاي فهاي هون مشكله هاي المشكله اكبر من هاي المشكله ليش ما في سبلاي هاي بقدر اغطيها في البي في هاي ما بقدر اغطيها في البي في اذا عندي سبلاي سولار يمكن يكون عندي ويند انا ما بعرف الفاريبيليتي تبعت الويند كيف وين بيجي هلا الفاريشن ان سبلاي هون في عندي كمان سايكليك نيتشر فنفس الشيء انا هون باجي مشكله نفس شكل الدمان في فاريشن في فاريشن في في بسموه في شيء بسموه الدك كيرف حطوا عندكم كلمة الدك كيرف واعملوا لها دك ايش يعني دك؟ بطة إذا اطلعت على الفاريشن ان ديماند مع السبلاي بوجود البي في سيستمز راح تشوف بيطلع عندك شيء شكل دك بصير البيك ديماند عندك بالفترة هاي مش بالفترة بسبب انه البي في ات بيكس بالفترة هاي بس بضل هون في عندي ديماند خلال الفترة هاي نحط الثاني بالأزرق مثلا لو عندي مثلا بي في البي في راح يبدا يزيد معي مثلا هون راح يكون زيرو بزيد معنا البي في مثلا خلال الفترة هاي ويمكن هون مثلا هاي الساعة طبعا حسب الصيف والشتاء بس مثلا البي في ممكن يبدا ينزل بالفترة هاي ممكن يعمل بيكينج هون مثلا الساعة الساعة 6 مثلا ما في هون الساعة 6 خلص ما في وين المشكلة اللي عندي هون مش هاي لأنه هاي وين بتقابل
تقابل هون في عندي بيك تمام بس هون عندي مشكله. فهاي سايكليك نيتشر، هاي سايكليك نيتشر واضحه بالبي في. الويند ما بعرف انا كيف بتغير بس يعني هاي هون خلينا نكتب هون بي في جنبها. وديش البي في تقريبا متوقع توتال في الاردن؟ ما بعرف مثلا 800 ميجا مثلا. اوكي طارح يعطيني اكثر من هيك. الويند كمان نفس الشيء في سايكليك نيتشر. نيجي على الانوال. هلا مشكلتي مش بس بالديلي فاريشن، ايش عندنا كمان؟ انوال فاريشن. شو بتتوقع وين بده يزيد وينقص؟ وين البيكس؟ الصيف وبالشتاء البيكس والربيع والخريف بكون اخف. فنفس الشيء لو جيت انا حطيت هون وحطيت المانثلي مثلا بيك قديش يعني الماكسيمم. فلو جينا هون حطينا مثلا هاي جانوري ممكن الاقي مثلا هون انا هون الاشهر مش نحاول نرتبها اكثر من هيك احط الاشهر بشكل ادق راح يجي عندي هون مثلا الفترة هاي يمكن يكون بيك جانوري بين جانوري فبري مثلا عندي بيك هاي سايكليك نيتشر واضحة السايكليك نيتشر تمام؟ هاي كمان كل شهر بدي اخذه باعتبار. اللي اصعب هي الديلي. قبل بيوم انا لازم اكون مخطط قديش بتوقع يكون عندي الديماند. عايش بعتمد هذا الديماند. شو اللي بغير الديماند؟ البارامترز العوامل. مثلا درجة الحرارة الويذر مش هيك؟ اي فصل temperature time of the year مش هيك month خلينا نحط هون month ممكن يكون في عندي events معينة مثلا يعني في عندي مثلا احتفال مثلا في هذاك اليوم أو إشي زي كل هاي parameters راح تغير في هذا الديماند إذا كان عطلة أو مش عطلة مش هيك لو كان يوم جمعة ممكن يختلف عن يوم فمثلا day of the week كمان يعني ممكن يكون في مش بس daily weekly واضحة هاي النقطة؟ السبت ممكن ما يكون الباثر تبعه زي الاحد او الاثنين كل هاي بناخذها بعين الاعتبار day in the week هون طبعا هاي بدها تعتمد على الشمس اذا كان عندي مثلا wind في عندي variability في الwind الاشياء الثانيه انا بقدر اتحكم فيها بقدر اتحكم في السمره بقدر اتحكم بالقطرانه بس اني اتحكم بالwind والبي في اصعب لذلك بدي احاول اتنبأ وبدي احاول استجيب للتغيرات اللي بتصير واضح هذا الجواب على سؤالك؟